إحصائيا إجمالي اعتقد بأن 13% فقط هو معدل المشغل معطيات من صندوق الضمان الاجتماعي. إذن هذا اجتماع ديال اللجنة الجهوية ديال اليقظة الاقتصادية المدبة يعني ديال كوفيد 19. إذن بالمناسبة الاجتماع ديالها قدمت عرض حول القطاع الفلاحي ولن يعني التدابير اللي اتخذت بما يخص القطاع الفلاحي واللي غاتخذ بعد رفع ديال الحجر الصحي. إذن كما كتعرفوا بأنه القطاع الفلاحي من بين الاقتصاد يعني القطاعات اللي ما توقفاتش بالرغم من هذه الجائحة هذه اللي استمرت في الإنتاج ديالها والعمل. وفي هذا الإطار نبغي نشكر يعني المهنيين اللي استمروا بإنتاج بتفاني وكانوا في الأمام باش يوفروا للمواطن المغربي على السعي الجهوي يعني الخضر والفواكه والحاجيات. والحمد لله اللي كانت تزامنت مع شهر رمضان الابراك واللي كنعرفوا فيه بان يعني الطلب تيكون كيرتفع دونك حتى 30%. وبالرغم من ذلك وسنة جافه وبالرغم من هذا فالمهنيين اشتغلوا ووفروا لنا المنتوجات باثمان بجوده يعني مزيانه وباثمان معقوله. وعلى السعيد الجهوي نقدر ناكد لكم على انه جميع الضيعات الفلاحيه والوحدات الانتاج استمروا في الانتاج في العمل ديالهم حيث انه كانوا وفروا لنا اكثر من 4000 الى 5000 عامل كان كيشتغل وفي احترام تام للتدابير الاحترازيه. اذا فيما يخص التدابير اللي اتخذناها فيما يخص ما بعد الحجر الصحي انه بدايه كان يعني نبغي ناكد على ان الوزاره صدرت واحد البروتوكول ديال العمل داخل الضيعات الفلاحيه والاداره ديال الادارات ديال اللامركزه ديال الوزاره المركزيه ولا مركزه. هذا البروتوكول ترتكز على جانبين. الجانب الاول كما قلت يتعلق بالضيعات الفلاحيه وحدات ديال التثمين اللي كيحدد يعني المعايير الصحيه والكيفيه باش هاد الوحدات يشتغلوا بدون تسجيل اي واحد. وما ننساوش البرنامج اللي كاين دابا مع السي جي ام وهي انه غادي يتم عرض جميع يعني العاملين في هذا القطاع الى لتست دو ديبيستاج ديال كوفيد 19. نقطة ثانية وهي ديال فيما يخص الإدارة، أولا هناك عودة ديال جميع الموظفين 100% رجعوا للإدارة كيشتغلوا ودائما في إطار يعني الاحترام ديال التدابير الاحترازية ديال الكوفيد وخاصة ما يتعلق بمسك واحد ديفتر ديال أن روجيستر ديال الناس المرتفقين. هناك التيستمون ديال يعني التيستاسيون ديال الحرارة. هناك يعني مجموعة ديال التدابير كما قلت ديستونسياسيون التعقيم التنقل يعني جميع المحاور تم اتخاذ التدابير فيها. ثم ما ننساوش فيما يخص الاجراءات ديال المشاريع اللي احنا بصدد الاجهاز ديالها. فالنشاط الدينامية ديال القطاع الفلاحي مستمرة باش نوفروا للناس كما قلت المنتوجات مستقبلا باش ننزلوا المشاريع الفلاحية خاصة احنا بصدد مناقشة ديال التنزيل ديال الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي ديال 2020 2030 الجيل الاخضر. وان شاء الله اللي غادي يكون عندنا فرصة مقبله باش غادي نناقشوا قطاع الصيد البحري من بين القطاعات الاساسيه اللي عرفت الاستمرار النشاط ديالها طيله هذه المده ديال هذه الجائحه هذه. فقمنا على المستوى الجهوي بمجموعه من الاجراءات من بينها اولا توفير شروط السلامه الصحيه للموظفين والمرتفقين عن طريق انشاء حواجز زجاجيه بالموظفين وبالمرتفقين، توفير مواد التعقيم، الكمامات الى غير ذلك، والقيام مجموعة من الحملات التحسيسية سواء على المستوى ديال البحارة أو على المستوى العاملين في الوحدات الصناعية من أجل احترام شروط السلامة الصحية، المسافة الصحية، ارتداء الكمامات. إذا هذه كلها مجموعة من العمليات اللي قمنا بها. عملية أخرى من أجل استمرارية النشاط أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة استطعنا باش نقوم بإرجاع أو بعودة ما يفوق 1400 بحار الى اماكن الشغل ديالهم على متن البواخر، حيث الى يومنا هذا يعني 1400 بحار استطاعوا باش يوفروا لنا او باش يشغلوا لنا ما يفوق 60 باخره ديال الصيد الساحلي. وهاد البواخر يعني وفروا لنا كذلك المواد الاوليه لاستمراريه الوحدات ديال معالجه الاسماك. يعني الرخص عربيه جدول استخدموا الرخص واستخدموا التسجيل، ولكن كان يمكن حاجات اخرى للتحفيز الجهات الاخرى نقدروا نعطوا الناس باش نعاونهم على البناء. كاين قطاع التجاره والخدمات.